ونطلعوها عليها ونشوفوا درجة التحمل ديالها. النجمة المغربية بشرى الدور، الله يخرج هذه الحلقة على خير. فاصل ونواصل. مراد طاقم العمل كيتصلوا بالضيف وكيعلموا ان غادي تحضر معنا البرنامج شوك شو سميتو 55 على ام بي سي 5. برنامج فيه كتلقى الضيفة مع جمهورها مباشرة، ولكن الضيفة اللي معرفاش هو ان الجمهور دير ليد مع مراد، وحتى الضيفة الثانية فاتي جمالي اللي غتكون متافقة مع مراد. المهم كلش متافق باش يطلع عليك التونسيون، وسمحي لينا من دابا. برنامج 5 5 يستضيف يوميا نجوم 5 5 على قناة ام بي سي 5. اليوم معنا نجمة وإعلامية متعلقة بطبيعة الحال كتعرفوها، إنها بشرى الدو. الله بالصحة والعافية. يا نقدر نحيدكم. تفضلي. بالصحة والعافية، رمضان كريم عليكم نتوما كذلك، دخل عليكم بالصحة والعافية وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. مرحبا بك بشرى. فاصل ونواصل. هذا واخا كنصوروا قبل رمضان، حيت غيدوز في رمضان نهضروا بحال اليوم رمضان. أنت خير راساتي كيفاش دوزتوا شحال هذا؟ لا بحال اليوم، بحال داز رمضان اليوم. يلا 3 2 1. بزاف الناس يبغيو يعرفوا بشرى الدو كيفاش دوزت النهار ديال اليوم مثلا في رمضان، كيفاش داز؟ مثلا أنا بحال اليوم في العام اللي فات. لا مراد دابا بشرى هادشي غيدوز في رمضان، ما يمكنش نصوروه في رمضان. اوكي واضح. 3 2 1. اي بشرى الدو بعدا مبارك عواشرك. الله يبارك فيك. كان صهد اليوم طبيعة الحال اكيد، راه دابا بحال رحنا في الصيف. فاصل ونواصل. كيفاش هذا ايميسيون اللي كل شويه فاصل ونواصل؟ لا عرفتي علاش؟ باش يكون سؤال جواب. 3 2 1. كيفاش تدخلتي هكا بدون بواب ولات بشرى الضو واحد النجمه معروفه؟ انا راه مراد راني قاريه، راه كاينين اخرين داخلين سنطيحه. ما كتشوفيش بشرى الضو هاد البساله اللي كديري ما غاديش تسلكك في الاعلام؟ الباس هو انت، واش انت ما كتنتحلي الصفه وكاع انتحلتها؟ شغلك انت عفاك كوب. فاصل ونواصل. حسيت بك مبرزطه ديال بصح ومخلوعه ومتخلطاتك الخلعه مع الله. يا ود ما مخلوعه ما والو، انا غير شي شويه حاديره معك يلفوا عفاك. لا راهي ما كتجاوبش داني. لا واش كاين شي مشكل؟ قبيله نجمه ودابا هي حيت دابا ما كنصوروش. اش غنقول؟ يلا انا ما كاينش نجمه. غتقول بشرى الضو بوحدها. غنسولك دابا قبل ما نبداو، واش عجبك اسئله ولا لا؟ ياك انت متهمه انك كتخبي الديفوات ديالك بالمكياج. ديفو حيد المكياج غزاله هكا كندير. نقدروا نحيدوا المكياج؟ بيان سور نحيد. اذا نسولوا الجمهور واش بغيتوا بشرى الضو تحيد المكياج؟ اذا عطيني ميلان جات عفاك. ما غاداش نحيد. ميلان جات؟ علاش كتعاود حاجه فايت ليا درتها؟ وعلاش كترفضي حاجه انت ديجا درتيها للناس؟ بدا شي حاجه، طرح شي سؤال اخر. اذا انت اللي خاصك تحيدو. إذا بشرى الضو حصريا في هذا البرنامج غادا تحيد الماكياج ديالها. راسي عاوتاني. شكرا بشرى. فاصل ونواصل. عفاك ندوزو الفقرة الثانية، حيت الفقرة الأولى خاوية ما فيها والو. وما فيها والو أصاحبي، أش غندير ليها ما بغات؟ واقيلا شوف غنقول لك واحد الحاجة، راه والله نخرج لك الوجدية اللي فيا. إلا قلت لك معنا الضيفة المفاجأة، شكون توقعي تكون؟ شكون؟ واش فاتي جمالي؟ واش سعيدة شرف؟ أو أحمد شوقي؟ والثلاثة بهم واعرين. اختاري لي وحدة. ما عرفتش. معايا زيد ومعاكم ضيفة الثانية في هذه الحلقة اللي هي فاتي جمالي. الله إلا فاتي جمالي. فاتي جمالي. شنو؟ مراد عافاك واحد دقيقة. واش من نيتك زربان عليا؟ أنا جاية كنجري الحلقة ديالي وجايبني ندخلني ضيفة تانية. هي الضيفة الرئيسية شنو؟ لا خويا ما نجلس معاها. كيفاش؟ اسمحني. كيفاش ما تجلسيش معاها؟ وجايبني قال لي كاين شي حد.
معلوم؟ اسمح لي ما نكونش انا ضيفه ثانيه. كيفاش ما تكوني ضيفه ثانيه؟ لا سير كمل الحلقه ديالك معاها. كيفاش الحلقه ديالك؟ كيفاش وما حيتي لك انت ما حيتيش يا مراد. وباش نحموا الطرح شعل العوا في مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي يتسمع وتزيد شعل. خوا عافاك روتوش ماكياج فاتي عافاك سير 3 2 1 اي معايا ومعكم فاتي جمالي. فاتي جمالي مرحبا بكم بارك الله فيك. مرحبا بك. غير حيت البروفيل ديالي نقدروا نتبادلوا سي توخلي شاده بلاصتي نو ومالنا كاسين في حمام. ايوا اللي بغيتي. انا البروفيل ديالي انت عارفني كنجلس من هاد البروفيل. كيفاش بحال بحال انا ما عنديش مشكله. شنو نتبادلوا؟ نو علاش ما كديري معايا السم؟ السم هو اللي كنتي كتقولي قبيله ما سمعناكش. اشنو قلت؟ كلشي سمع. لا ما قالت والو. ما قالت انا قلت لي حتى انا قال لي انا ضيفه بوحدي في الحلقه ويقدر يجي بيا ضيف مفاجاه. اوكي جيت مع التلاوي مي ما غاديش تحملي مسؤوليتك جيتي معطله. الله يرحم لكم الوالدين لما خلينا نكملوا هذه الميسيون. ايوا انا غادي نهضر بحال هكا فين كاين كاميرات. واش راه حبك تقدري تجي؟ نو الله يرحمك الوالدين. لا واخا 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 ماشي غلط ديالي انا. راه بوشرى جلست تما. كنتي تقول ليها تجلس في هاد الجهه. كنتي تقول لبشرى الضو تجلس في هاد الجهه. ما تعلمينيش كيفاش نهضر. ايوا حتى انا كنقول لك شنو غادي. انا غادي نهضر كيف ما بغيت. ايوا صلاه على النبي. فاتيره ما يمكنش خصنا نسولوك علاش نتوما دايرين فيها واعره زعما. شي حد قبل مني. علاش دايرين فيها نتوما واعره دابا ما فهمتش. انا ما واعره. انت الصديقه ديالي كبرت بك درتي لي هاد الحاله. راه انا اللي مضيعه وقتي ومضيعه لبسي. شنو كديري كاع انت ضيعتي وقتك؟ حنا طلبناك باش تجي عندنا ليميسيون ندمتينا. دابا واش غتسالي هاد البرنامج الله يعطيك السر خلينا نمشيو. انا ما حط كرسي اخر تما. انا سبا مون بروفيل ما غاديش نجلس هنا ولا بوشرى. فاتي الله يرحم لك الوالدين. انا بوشرى لما لما جلست البروفيل ديالي ما غاديش نجلس. انا مالي اختي هو انت شاده معايا الضد. انا شاده معاك الضد واش انا عارفك اصلا واش كاينه في الخريطه. ما تهزيش عليا يدك. ايوا انت وهي هذه. ما تهزيش عليا يدك كاع واش جايه. وانت يا اختي مال المشروع المشكل ديالك مع البروفيل. دلنا صاحبتي دل وانت داك البروفيل طالع عليه الدل تنسيه. لا علاش انا حتنتي انا دايره هكا باش تبان وريتي للجمهور كيحبوها وكيموتوا عليها. هو راه طاح الدل على داك الورده صاحبتي. طاح الدل. انت مالك انت شنو المشكل ديالك مع هذا البروفيل؟ بدلي بدلي اصاحبي جبتيني لابسه كاجول سيده لابسه قفطان. واش حنا في عرس؟ بصح جايه العرس ديالك عرس ديبا. انا ما غاديش نتزوج. واش من نيتك؟ واش انت اللي واش من نيتك؟ قولي والله جايه لابسه قفطان. وانت واش من نيتك؟ واحد ماشاش معاك اصاحبتي شتبقي في كاجول. واش متسنانه فاتي جمالي تقول لي واش قفطان؟ شو كيحسبك؟ شو انت اش كديري في الحياه؟ انا فنانه وملكة جمال. ملكة جمال منين؟ ملكة الجمال خصها تكون واثقه من لي بروفيل ديالتها كاملين. انت بغيتي تخرجيني من البلاصه ديالي ما غنخليكش. دونك بسموما استاذ جدا. واخا واخا صافي صافي انا نسلك الطريقه. كتبان فيك الصراحه ولكن دابا تاكدت. لا لا شوفي مع المسيميمات بحالك انا شفت تخي كلاس. ما عرفت منين نجبدوا الدواسه. يا بغيتي نجبدوا الدواسه. كلنا عندنا الدواسه. ايوا صافي جبدي الدواسه نجبدوا الدواسه. كل واحد والملفات ديالو. انت لا 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 انت جيتي اوكي واخا عافاك الله يرحمك والدينا فاتي خليني نكمل هذه. والسيده ما حملانيش. انا ما اعتبركش كاع واش كاينه. وحتى انا ما اعتبركش. دابا علاش تجلسني مع وحده انا ما اعتبرهاش ما اعتبرانيش. 3 2 1 اي بطبيعه الحال معنا الفنانتين النجمه. انا ماشي فنانه انا صحفيه. نعم انا صحفيه. واخا نعاودوها ما عجبتكش؟ لا ماشي ما عجبتنيش غير ما كنعرفش نمثل. نعم انت كتستعرضي من الفنانات ولا لا ابدا. واحد هي فنانه قلتي لا كتمثلي. لا 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 بالعكس كتمثلي. لا 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 ما كنتش فنانه في المجال ديالك وكتعرفي تمثلي مزيان. لا لا واش عندك شي حسابات مع 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 واش هضرات فيا في غيبتي؟ يلا عافاك 3 2 1 شكون انت في ملك الله تنهضر فيك؟ شكون انت؟ انا والو. شنتي؟ انا بشرى الضو. نشوفوا الراي ديال الجمهور او اسئله الجمهور. شكون اللي عنده شي سؤال لفاتي جمالي وشكون اللي عنده شي سؤال لبشرى الضو؟ تفضل. السلام عليكم بشرى. المهنه ديال الصحافه هي مهنه صعيبه. وي السؤال ديالي هو واش كديريها عن حب ولا هي مهنه بانك تقدري تدخلي طريف ديال الخبز ديالك؟ عن حب بيان سيغ وكندخل بها طريف ديال الخبز لان المهنه الوحيده اللي كنمارس. نعم شكرا. شكون اللي عنده سؤال اخر؟ تفضلي.
السلام عليكم بشرى. السلام عليكم. مؤخرا كثرتي بزاف، بقيتي كتقولي لي شحال مره سمعتك كتقولي غادي تزوجي غادي تزوجي. أيوة. بغيت نعرف واش هذا الشيء بصح ولا تزوجتي واش غادي تعلنيها ولا انتي غادي تبقاي ديري في لي زيموتيكون في وجهك؟ ممكن نكون مزوجه دابا فور بوسيبل. وي وعلاش ما وريتيناش راجلك؟ ماشي بالضروره درنا الاعلان في الدقه الاولى. انت كتبغي تقلدي مثلا سلمى رشيد انها انت ما تديريش راجلك ميدان؟ انا كيعجبني المنطق اللي ماشيه به سلمى رشيد. اذا بحالها انت نفس العمليه حقيقيه هذيك نقدروا نقولوا عليها فنانه. ايوا جمعي راسك. انا ما قلتلكش كيفاش جمعي راسك. ايوا ديك الايد بحال هكا راه ما زويناش. انت اللي كاينه هنا كاين الجمهور كاين الكاميرا. اذا سلمى رشيد وجيبني انا للتبديل وكتبهدلي راسك الاستاذه حتى واحد ما كيبهدلك ورا انت اللي مبهدله اللي جايه ودايره هكا حالتك حاله ما عرفتش كيف حسابك كاع دابا شنو بغات واخا شنو كي دايره واعره بون بالك عافاك منين ما نكملش انا هذا البرنامج شنو كي كتبعصت جات معايا ما عرفتش منين يلا نعاودوا الله يرحم ليك الوالدين فاتي وبركه جلسي للرضا صاحبتنا وانت دايره لنا بحال الله عرف وصافي زدتي فيها بوشرى ولا وعيقتي راسك دايره في مصيبه بوشرى بلاصتي نانا نينا نانا والله الا داسره ما يحسبليش انت هكا داسره وفايته الليل الله يرحم لكم الوالدين الا ما خلينيك ما تخبطش عليا اجي اجي نقول لك انت وتكالما شويه فاتي 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 قالوا لك حاضره كيهضروا عليك انت انت كيهضروا عليكم انا جالسه شاده بلاصتي واحد ما تقدرش الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين سؤال نبدا نبدا بوشرى يلا بدا بيا بعد ما تكالما سير بوشرى نقول لك سؤال في الاوف قبل ما نصوروا علاش انت مغروره واخده اكثر من حجمك شكون اللي نافخ ما نافخني حتى واحد نافخني كفاءتي منين كل شيء جميع الجوانب شوف كتعرف ديك الاغنيه دروك نزعفوا نوليو بيزار اش برنامج ولينا شي كيتعاطى مع شي انت بديتي المعاطيه من الاول لا انت اللي بديتي معايا لا الكواليس لا انت دابا ساليتي منو بغيتي تدوري ليا لا لا انا غير كنقول لك لا تجي بزاف شاد النيفو صاحبي 3 2 1 اي انت مغروره وداسره وما عرفتيش كتصعبي راسك حيد بغينا نطلعوا لك الطونسيون بغينا نطلعوا لك الطونسيون بوشرى الضو وحيد كنهضر معاك دابا بوشرى الضو حيد بوشرى الضو بغينا غير نقيسوا درجات الصبر والتحمل ديالك كنا غير مقشفين معاك واليوم اك بوشرى الضو اللي دار لك المقلب هو هذا الجمهور هذا اللي معنا حيد وثاني واحد دار معاك هذا المقلب هذا وبغينا نعصبوك شي شويه هي النجمه فاتي جمالي انت نجمة مغربية متألقة كنفتخر بك وكتفتخر بك فاتي جمالي تحية النجمة المغربية بوشرى الضو